دكتور فرح، مرحب بك. وأنت الآن داخل اعتصام القيادة العام، اعتصام القصر الجمهوري في يومه الرابع. أوصف لنا الأوضاع داخل ميدان الاعتصام في يومه الرابع. اليوم الرابع الآن في ساحة الاعتصام أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري. الحشود حشود كبيرة وحشود متزايدة، والشعب ملان يعني حماس وإثار، لأن لابد من تصحيح مسار هذه الثورة التي تم اختطافها بمجموعة صغيرة من أحزاب صغيرة ما تسمى بأربعة طويلة. نعم. ومعلوم أن هذه الثورة، ثورة ديسمبر، هي ثورة أطلقت على ثورة وعي، وثورة الوعي هذه ناجعة عن أن هي نتاج لتراكم عدد من الثورات التي توالت على السودان في شكل حربات شعبية وفي شكل احتجاجات يعني منخفضة الوتيرة مناطقيا، وبعض الاحتجاجات عالية الوتيرة أيضا مناطقيا. وكل هذه الثورات بأشكالها المختلفة يعني أرادت أن تصحح الاختلالات التي صاحبت منصة تأسيس الدولة السودانية. نعم دكتور فرح، ولكن أتت ثورة ديسمبر وعلى رأسها مجموعة الأحزاب الأربعة، وخربت الفترة الانتقالية تقريبا كاملا شاملا في كل مناحي الحياة وظروفها. نعم دكتور فرح، أدخلت البلاد في دكتور فرح اسمح لي، أنت رئيس تحالف سودان العدالة التسع، وهو تحالف قائم بذاته من أحزاب هي خارج الحاضنة الحاكمة، والآن في خلاف بين الحاضنة الحاكمة ألف وباء هي مجموعة الميثاق الوطني اللي بتقيم هذا الاعتصام. هل في أي تنسيق بينكم في تحالف سودان العدالة التسع مع قوى الحرية والتغيير باء اللي هي الجديدة الميثاق الوطني، ولا أنتم بتعبروا عن موقفكم السياسي كجزء من الشعب السوداني يعني في هذا الاعتصام وفي هذا الحراك الأخير يعني؟ ايوه، معلوما ولا يعني تحالف السودان العداله تحالفات، ومشروع هذا التحالف هو مشروع الوفاق الوطني المبدي للمصالحه الوطنيه، والذي يعني تم تدويجه بوثيقه اهل السودان التي تحمل المضامين ذات المضامين التي يعني رفع في وثيقه الوفاق من مجموعه الحريه والتغيير جناح التصحيح. وقطعا هنالك يعني تواصل، وهنالك يعني لقاءات مع القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدني والقوى الاهليه. مستوى اللقاء يعني والتنسيق شنو يا دكتور؟ يا دكتور معلش، مستوى التنسيق شنو؟ يعني بعد حل الحكومه مستوى التنسيق شنو؟ هل في اتفاق على رؤيه محدده؟ ولا الان هو الخيار والمطروح الان هو حل الحكومه واستبدالها؟ يعني هل في اتفاق محدد؟ حقيقة طبعا ما هو مطروح يعني هو حل الحكومة، باعتبار هذه الحكومة وضع غير دستوري، لأن الوثيقة الدستورية تنص على حكومة كفاءات وطنية، وهي الآن حكومة أحزاب. أيضا هنالك اختلالات كثيرة جدا زي ما ذكرنا في الوثيقة الدستورية وفي الممارسة السياسية نفسها، منا يعني غياب تأسيس العدالة وغياب المؤسسات العدلية وعلى رأس المحكمة الدستورية، وكذلك عدم قيام المجلس التشريعي، وأيضا عدم الفصل يعني بين المؤسسات الحكم. وكل هذه الأشياء يعني أتعبت الشعب السوداني ويسعى لتغييرها. عندما طرحت هذه الوثيقة وطلب من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بأن تطلع على هذه الوثيقة، وبالتالي يعني تحدد موقفها منها، إن يعني توقع على أو تكون جزء منها. الميثاق قصدك الميثاق الجديد يا دكتور، قصدك الميثاق الجديد بتاع تحالف الحرية والتغيير مش؟ أيوه نعم نعم.
طيب بالنسبه للوثيقه الدستوريه يا دكتور، انتوا ما محترفين بالوثيقه الدستوريه؟ نعم. الوثيقه الدستوريه، بالنسبه للوثيقه الدستوريه، ما هم بيتكلم عن انه يعني ما يتم الان في اطار الوثيقه الدستوريه، موقفكم شنو انتم من الوثيقه الدستوريه؟ الوثيقه الدستوريه طبعا هي يعني وثيقه مليئه بال يعني بالعيوب، وهي ليست نسخه واحده، ويكفي انه الان يعني احد عرابي هذه الوثيقه الدستوريه وهو الدكتور ابراهيم اللمين نائب رئيس هذه الامه اعترف على رؤوس الاشهاد وعلى الملأ بان هذه النسخه تم تزويرها بين ثلاثه اطراف، ورفض ان يعني يفصح عن هذه الاطراف الثلاثه. وايضا هنالك ممارسات عمليه في خرق هذه الوثيقه الدستوريه. نعم. هي ما عادت يعني وثيقه يعني يمكن الاعتداد بها او الالتزام بها. ولذلك ايضا يعني ما 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 ما, ما طرح في وثيقه الوفاق لمجموعه تصحيح مسار الثوره من الحريه والتغيير يحمل نفس المضامين. نعم. توسيع قاعده المشاركه وحل لجنه ازاله التمكين واقامه المشروع اقامه اللجنه اقامه المجلس التشريعي وتكمله المؤسسات العدليه وعلى راسها المحكمه الدستوريه. هذه هي نفس المضامين التي نتحدث عنها، وكذلك يعني نعم القيام بارتباط قيام الانتخابات في مواعيدها المحدده. يا دكتور، اذا لم تحقق مطالب الاعتصام، ما هي الخطوه الاخرى؟ والله اولا يعني الان بعد اجتماع مجلس الوزراء ومقترح قيام اللجنه السداسيه وعلى راسها رئيس الوزراء. نعم. هنالك يعني نفس الاطروحات التي ذكرت في هذه الوثيقه، وثيقه الوفاق من الحريه والتغيير، هي ذات التي تحدث يعني تحدث عنها ايضا رئيس الوزراء، والان هي مطروحه. المجموعه المنظومه الامنيه والعسكريه سموا ممثلين لهم، ومجموعه التصحيح والحريه والتغيير سموا ممثلين لهم، ومجموعه اربعه طويله لم تسمي لحد الان. نعم. والزمن مربوط ب 24 ساعة. نعم. فأحسب يعني إذا تأخر الزمن أكثر من 24 ساعة ربما تحدث هنالك بعض المستجدات. نعم. دكتور ختاما، يعني الموقف، موقف سودان العدالة تسع من دعوات الخروج في 21 أكتوبر، موقفكم شنو من هذا اليوم وهذا التاريخ اللي مربوط بذكرى عظيمة للشعب السوداني؟ والله أول حاجة ذكرى أكتوبر طبعا هي ذكرى عظيمة وذكرى شارك فيها كل الشعب السوداني بكامل يعني أطيافه المختلفة وتنوعه من الناحية السياسية والفكرية. فثورة أكتوبر هي ثورة عظيمة وثورة لكل الشعب السوداني، فلذلك جميعنا يعني جميعنا سنخرج يوم 21 أكتوبر احتفاء بهذا اليوم. ومن يخرج يعني في 21 اكتوبر وساعه الاعتصام يعني ما زالت منعقده ومستمره، فنحسب بان هذه يعني احتفالات لاكتوبر ومسانده لاعتصام القصف. نعم. دكتور فرح عقار، رئيس تحالف سودان العداله تسع، شكرا جزيلا.